السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمودي. اليوم حنسوي سموذي عوار قلب. وانا اسرار استنوا، وانا اسرار ورا الكاميرا، وهذا مو حمودي حمودي، لا هذا حمودي كده حرك. حمودي كبير، حمودي كبير، حمودي الوحش، سموه حمودي الوحش. واليوم انا ورا الكاميرا، هو حيسوي لكم عصير سموذي عوار قلب. طبعا انتم طلبتوه على سناب وجاله تقريبا 1000 سكرين شوت. طبعا سموذي عوار القلب حيكون بستايل هندي، سوي لنا رقصة هندية يا حمودي. ويلا نبدأ. حمود المايك لك. المكونات: حبتين مانجا، تقريبا 10 حبات فراولة، سكرين فانيليا، حليب، ثلج، حبتين موز. ويلا نبدأ. سكر نسيناه. فنجان سكر. يلا حمود الوحش، قول لنا المكونات اللي نحطها. ايش اول؟ اول شيء مانجا والفراولة. مانجا وفراولة. بس اخبط. كله برا. ايوه يا كابتن. اللي بعده سكريم. بس اخلي برا. ايش بك؟ ما ادري. طبعا 4 حبات. طيب بيكفي كم شخص؟ تقريبا حيكفي 6. 6 اشخاص. اللي بعده حليب. اللي بعده موز. اللي بعده ثلج. لا لا لا، سكر 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 سكر. This is sugar. يا سكر. اخر شيء ثلج، على حسب الطلب. حتى كله. يلا نخلط. حمودي دحين راح يجيب فراولة بيزين، مرة شادد حاله وكان حاطيله فلوس. امزح خلاص. كان معاكم الوحش حمودي، سوينا لكم عصير عوار قلب، سموذي عوار قلب، سموذي عوار قلب. يلا سيو، سوي لهم واحدة كده باليد. هوب. يلا باقي نجرب. والله مرة طعم، مرة لا يفوتكم وسهل. مرحبا، انا هند من قناه هند دير. اسرار دزت لي صندوق وانا دزيت لها صندوق. تعالوا قناتي على مود تشوفون اسرار شنو دزت لي. ومع السلامه. اوكي نو اجتمع علي. طيب اوكي، خلنا ناكل، خلنا نكبر، شو ناكلهم.